يضعوا رجل في البحر الأبيض. البحر الأبيض. مذهبهم كمان أرثوذكسي. أي نعم. إن شاء الله. أي نعم. بالدنيا يحكموا. نعم. لأنه على دوامهم برا. صحيح. Osmanlı bırakmadı. Doğrudur. Ha bu var. Ha. Hu alem Allah. Ha. Allah. Lakin ya Şeyh. Estağfurullah. Seman Umuş Rahis. أن يحكم في مسجد الأقصى. أوف. أخطاء العرب حيث تفرقوا وطردوا عثمانيين بمنطقة. هذا بلا جاي منه. أوف. كل الفتنة من هذا. أوف. أن يحكم في البلدان عرب. لا نترك أن يضع عثمانيين في بلادنا هنا. أبدا. العثمانيين كانوا يقدرون العرب أكبر تقدير، يعظمون حرمين الشريفين ومسجد الأقصى أقصى احترام. ما قدروا هذا، قاموا ضدهم وطردوا محافظين أرض المقدسة، طردوهم إلى حلب ومن حلب دفشوا. أصل. نعم. أصل له فصل. القومية جروهم إلى الفتنة لا يعرف أوله عن آخره. حق. ألا ما رضي العرب عثمانيين يكون هناك. نعم. طردوهم، اتفقوا مع انجليز. نعم. اجا من انكر نعمة الله نزل عليه بلاء من السماء. حق. اللهم اغفرنا. امين. حياك. اللهم افعل يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. والآن مصر 80 مليون ما يستطيعون أن يوقف فتنة بأرض الشام. العراق السعودية ما يستطيعون أن يوقف فتنة. هناك ناس كفوا الناس بالأصغية. صحيح. لكن وراهم في أهل الصليب. نعم. ويريدون أن يأخذ ثأرهم من سلطان صلاح الدين أيوبي.
الذي شلشلوهم بالعربي الفصيح نعم شلشلوهم ايه يا الله خذوا تفضل اترك لو قام واذا الصبر ينتهي حق لكن زعلانين من العرب دورو دورو زعلانين في خطا من طرف الاتراك للاكراد اكراد كانوا هم يعني اتباع صادقين للدولة العليا دولة العثمانية ما حافظوا حتى جديد حكومة تركيا احترام مسلمي اكراد عكروهم وطردوهم عملوا فيهم اللي ما يرضى لا الله جل جلاله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام يجعل عليهم نار اللهم احفظنا اللهم يا ربي ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيله فإذا لابد أن يأتي السلطان اللي كان على اسمه دولة العلية يظهر ويقول أنا الذي وارث هذه البلدان وأنا أدعي أن أكون سلطانا عليه حق يمن آلاف آلاف عسكر يروح ما يرجع ولا واحد منهم هلق الله ابتلاهم مع بعضهم مصر هكذا سوريين هكذا العراق هكذا اللهم لا يبتلينا حق آمين يا رب مبارك جهنم يا رب يا الله الله جل وعلا يقول أعطي كل ذي حق من حقه خلاص بدك تعطي حق صاحب الحق فإلا ما لكم نتيجة الله مش معكم يكون شيطان معكم مع كل دولات عرب مشاور لملوكهم رؤسائهم إبليس شيطان كما أمر يعملون حتى حصل هذا الفتنة ولا ينتهي الأمر إلا بظهور صاحب الزمان حق اللهم احفظنا آمين توبة يا ربي توبة يا فاتحة في بداية الصحبة حضرتك قلت الهدف الأساسي للروس إنه يكون لهم منفذ إلى البحر الساخن البحر الأبيض يعني. روس على الدوام نعم ينزلوا من البحر البارد إلى البحر الساخن أنا ما قصدهم قصدهم أن يكون مذهبهم حاكم في مسجد الأقصى أرثوذكسيين نعم لا يرضون من آخرين نعم هذا منعهم وصول دولة العلية أن ينزلوا مسجد الأقصى نعم كان مفروض على العرب إخواننا المسلمين
أن يشكروا دولة العلية حيث منع الروس أن ينزل عليه. حق. أمان يا رب توبة. الله. شيخ قال بدر مسألين. أساس الأمر. لب الأمر. نعم. بدر. هم ظنين عند اختيار نايم هناك ما يعرف شيء. حس. بيعلم الناس. حق. حق. بيعلم الناس. يا ربي واصلنا ملكا. قاتل في سبيلي. بدياتي. آمين. ملك. بدياتي وارث خلافة الإسلامية. He should save Sayyidina Umar as Allahu Akbar. Sultan. Naam. Bad al-Taj can save. Naam. Save Sayyidina Umar as Allahu Akbar. And save Umar. سيوف الله على وجه الأرض عثمان عثمانيين حق الله يرحمهم آمين يا رب ويزيد درجاتهم من الله إن شاء الله من نسب من نسل يأتي يرتب الأمور آمين فاتحة يا الله شدوا ما فرنش عرب نعم فرنسيين الإنجليز نعم وطردوا مسلمي عثمانيين على جزاؤهم توبة يا رب توبة السلام الله عليكم علينا وعليكم كان عسكر عثماني ينزل إلى عدن. نعم. دفشة واحدة. حق. ما يخافون. لا. يخافون إلى الله. حق. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحب الله ويحبه حق هو قوم عثمان الله أكبر آية كلمة من أنصهم شيء اللهم يثبتنا على الحق آمين اللهم بسم الله دم هؤلاء الأبرياء على رقبة هؤلاء القوم هل شدوا مع الفرنج وتركوا عثمانيين خدامين للإسلام خدامين الحرمين الشريفين يا الله